أنا محمود ياسر رمضان، متخصص في الكيمياء التبغيضية ومكتبي هو مكتب استشاري للصناعات الكيميائية المستقلة. عايزين نسأل حضرتك دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة في دعم الاقتصاد القومي باختصار شديد. بس شديد الصناعات الصغيرة والمتوسطة هي هنجس الوقت ما بين الصناعات الكبيرة والصناعات المتنافسة، لأن في صناعات كبيرة جدا لها نفايات. أديك مثل بسيط زي مثل الحديد والصلب. شوف الحديد والصلب بيطلع مجموعة من النفايات لا حصر لها ولا أصل. هذه النفايات بالنسبة للشركة الحديد والصلب ليس لها قيمة، ولكن بالنسبة للشركات تقام على هذه النفايات، كل مادة تخرج من صناعة الحديد والصلب ممكن تطلع منها مادة أخرى ومادة تسكين. فبالتالي يعني الصناعات الصغيرة هي ليست صغيرة بالمعنى والمفهوم السائد، لكن الصناعات تقوم على صناعات أخرى. بلاش الحديد والصلب، الملح. يعني الملح مثل في مصر، الملح ده بيتعمل من البحر ويطلع في مصر في سنوات. الملح ده بتقوم عليه صناعات لا حصر لها ولا آخر. مثلا ممكن أعمل من الملح كلوب، ممكن أعمل من الملح مثلا حاجة تانية، ممكن أعمل من الملح هيدروكلوريك أسيد الصرف بالذات، ممكن أعمل مواد أخرى كثيرة ومتعددة كثيرة، الصوديوم زي بيكربونات الصوديوم كله من الملح. يعني اللي أنا بقول لك عليه ده كله من الملح، ولكن بعد كده أنا ممكن أعمل من هذه المواد مواد أخرى زي مثلا تراي صوديوم فوسفيت مثلا، أو داي صوديوم فوسفيت أو داي كالسيوم فوسفيت. في حاجات أخرى كثيرة بتطلع من الملح. وبالتالي إحنا مهمتنا إحنا الكيميائيين إن إحنا نحط اللبنة الأساسية ونفهم الشباب الصغير يطلع إيه من إيه. لأن ده المستقبل، وهما لو عرفوا يطلع إيه من إيه هتيجي يشتغل. يعني إحنا عندنا أوريدي مادة كمية كبيرة جدا 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 في بحار، سواء كان البحر الأحمر أو في البحر الأبيض أو في البحيرات. واحنا استخراج الملح يعني مش بس نطلع ملح ونقول له ملح طعام نقي بملح طعام، لا، دي احد منتجات الملح ملح الطعام. في ملح الصناعي وفي ملح انا احوله الى مواد كيميائيه اخرى ذات قيمه وذات اهميه وممكن جدا تكون مفيده للبشريه. شكرا.